مساء الفل، النهاردة الحلقة الأخيرة، يعني أي سؤال عندك حالا هتعرف إجابته. اخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا عند المعلم موسى اللي حالته بقت زي ما انت شايف. الراجل بعد ما بلغ من العمر أرزله اكتشف انه قضى حياته كلها حرام في حرام، واخرتها ان عياله التلاتة اتقتلوا وهو خسر حياته واخرته. وعلشان صورة الحرام تكمل، فخلينا اقولك ان ديشة هو كمان قتل مراته، وتفتكر ان ده هيخليه يتهد؟ لا خالص. وهنا بنشوف عنبة اللي كان متجوز آية. بعد ما اختفى فترة طويلة عن المنطقة ظهر، وفي نهاية الحلقة هقولك عن سبب ظهوره، لكن بشكل مبدئي فخلينا اقولك انه هنا علشان يجيب حقها. وبالنسبة لعبير عشية هلال، طايل قتلها، بس قتلها بامر من هلال ولا لا، ده برضو هقولهولك في نهاية الحلقة. كده ما عادش فاضل غير صاحب بكر اللي اتقبض عليه وهيكمل باقي حياته في السجن. وبالنسبة ليسرية، سحبت كل فلوسها من عند نزار وعامر وطلبت منهم يختفوا خالص الفترة الجاية، وقامت رايحة على البيت واخدة ابنها وهتهرب برا مصر. الله، هي ما طلعتش شغالة مع الحكومة؟ لا ما طلعتش. طب ايه الكلام عند هندي؟ الراجل بعد ما عرفوا انه شمام فما بقالوش عيش هنا، واضطر ياخد مراته ويهربوا. ونروح لدمياط في وقتنا الحاضر. زي ما قلتلك الحلقة اللي فاتت، فضية خد ورد ومفيش قدامهم غير حلمي، وبقوا قاعدين مستنيين الفرج. يعني الراجل بعد ما كان يا ما هنا يا ما هناك، بقى مستني اللي يخلعه من البلد. ايوه، ما هي دي اخرة المخدرات، امال انت فاكر ايه؟ وهنا بنشوف هلال ورجالته جايين لحلمي بعد ما سلم ضيا، والمرة دي هلال جاي يا قاتل يا مقتول. ساعتها ضيا حس ان حلمي اتأخر قوي، وبالتوازي هلال كان بيسأل عن اخوه، لكن حلمي صايع ومش هيريحه بسهولة. طلب منه البضاعة الاول وبعدين يسلمه له. بوم، وضيا شافهم. رجالة هلال عرفوا انه بيهرب وبقوا يجروا في كل مكان. ضيا هو كمان خد ورد وانطلق، وتقدر تقول ان ترسانة حلمي هتقلب مجزرة. اللي نلاحظه ان طايل هو اكتر واحد عايز يجيب ضيا، لكن ليه الاصرار الغريب ده؟ برضو هقولك في الاخر. المهم ان صاحبنا فضل ينط من مركب لمركب ومن مركب لمركب، والتانيين قلبين عليه الدنيا تحت، لحد ما دخلوا استخبوا في واحدة من السفن العالية. ولما رجالة هلال فقدوا الامل رجعوا له، والطريق بقى امان. بس خليك فاكر ان هلال مش هيستسلم بسهولة. وقتها ضيا اطمن انهم يقدروا يتحركوا، وطلعوا على مبنى مهجور وقالك يستخبوا فيه لاخر اليوم. المشكله ان حافظ قرون الاستشعار بتاعته اشتغلت، وحس انه ممكن يلاقيهم في المكان ده، وبقوا هم فوق وهو تحت، هم يجروا وهو يمشي. شويه وسمع اصوات رجليهم وعرف انه في المكان الصح. أما طلع سلاحه وقعد يدور يدور، والتانيين حرفيا مرعوبين، وخصوصا ورد. وبعد شوية كتير بنشوفه بيقول لضيا مساء الخير، وتخيل ان ضيا قعد يدور عليه طول المسلسل، وفي الاخر حافظ هو اللي يلاقيه. لا، وعلشان ايه؟ علشان يقتله. وقال له شوف الدنيا، جرينا ورا بعض كتير وكل واحد شد في سكة، وفي النهاية الظروف تجمعنا على نفس السبب، وهو اننا يا قاتل يا مقتول. بعد الكلام راح على آية. ما انت لو نسيت، فضية اصلا كان قالب عليه الدنيا علشان ياخد حقها ويقتله. اللي مضايقني انه على الرغم ان واحد فيهم هيموت دلوقتي، الا انه برضه حافظ ما قالوش الحقيقة اللي بتقول ان هلال هو اللي طلب منه. الغريبة ان لما وردة قالت له سيبنا نمشي وهديك اللي انت عايزه، ضية رفض وقال لها بتترجي مين؟ انا الموت عندي اهون من كسرة عيني قدامه، وطلب منه يضرب. ووردة بتقول له لا، خد المفاجأة دي، حافظ نزل سلاحه ومش هيقتله. وعلى الرغم ان ضيا حاول يستفزه علشان يضرب، الا ان التاني ما وافقش، وتعالى اقولك ليه. حافظ تقدر تقول انه ما بينامش من يوم ما قتل آية، وبيقول لك آية بنت اخوك خدت حقها مني تالت ومتلت، وكل يوم بتاخد حقها اكتر واكتر، مره من صحتي ومره من الخوف اللي سيطر عليا، ومره ومره ومره. طب والحوار هيخلص على ايه؟ مفيش يا معلم، حافظ ساب له المسدس وقال له خد ورد واهرب لان اخوك مش هيسيبك. وبصراحه ضيا ما صدقش اللي حصل، لكن خد المسدس ومشي. بعدها بنشوف هلال عمال يزعق في حافظ ويقول له يعني ايه هرب منك؟ انت عجزت ولا ايه؟ وكان مقتنع انه فعلا هرب منه. وهنا حافظ طلع كل اللي جواه وقال له انت من ساعه ما خرجت من السجن وانت بايع كل حاجه، ومش فارق معاك اي حد غير مصلحتك وبس. من الاخر انت شايفنا كلنا شماعات بتعلق عليها غلطاتك، وانا مش شغال معاك تاني يا عم هلال. التاني بقى يسكت؟ لا طبعا، هلال اجحد من كده يا راجل. وقال له هو في حد جابني ورا غيرك يا حافظ؟
يا اخي ده انا من يوم ما خرجت من السجن وانت منيمني في العسل وعمال تجيبني يمين وتجيبني شمال وما طلعتش من وراك باي مصلحه. في النهايه حافظ جاب له الزتونه كلها وقال له لو انا كل اللي انت بتقوله فانت بقى اللي اصريت تقتل بنتك وانت اللي ضيعت كل شقانه علشان طمعك وجشعك. ومن اللحظه دي ما بقاش في حافظ وهلال بقى لوحده. نرجع لضياء. ورد بعد ما حست ان اتكتب لهم عمر جديد طلبت منه يشوف حد يصفرهم غير حلمي والنهارده. وتخيل معايا راي ضياء في الموضوع، قال لها انا مش هينفع اسافر، انا لو ما خدتش حق ايه عمري ما هسامح نفسي، وسيبيني اعمل حاجه صح حتى لو هتكون اخر حاجه اعملها. في البدايه حاولت تدلع وتتمسكن لكن الحوار ما جاش معاه سكه، فقالت لك ما بدهاش ولازم اقول له السبب اللي هيخليه يوافق، وعرفته انها حامل، ويمكن ده اللي خلاه يعيد كل حساباته من الاول وبقى في حيره من امره. يعني يروح يقتل هلال وياخد حق بنت اخوه ولا يهرب مع مراته ويحافظ على ابنه ويضيع حق ايه؟ اختيار صعب وحيره اصعب، والقرار اللي هياخده اصعب واصعب، لانه خدها في حضنه وراحوا عند الصيادين يستخبوا لاخر اليوم، وبعدها خد مركب تنقله البر التاني. وفي المركب بنتاكد ان الوليه دي فعلا حبته وخلاص اطمنت انه هيسيب حق ايه ويهربوا سوا. كل ده بيحصل ورجاله هلال قلبين الدنيا. وبالليل بنشوفه بيدي فلوس كتير لواحد من الجماعه بتوع الهجره الغير شرعيه، وطلب منه يعمل نمره على ورد بان المركب ما فيهاش غير مكان لشخص واحد وانه يعني هيحصلها في المركب اللي بعدها. وفعلا النمره اتعملت وورد صدقتها. وخليني اقول لك ان دي اخر مره هتشوف فيها ضياء، ضياء حبيب القلب اللي طلع راجل معها للاخر. وسافرت ورد وصاحبنا رجع لقدره، ووقتها رجاله هلال مسكوه. تاني يوم ورد تاكدت انها خلاص مش هتشوف ضياء وان اللي حصل امبارح كان علشان يحافظ عليها. ولو رحنا لهلال هنلاقيه عامل حفره كبيره جدا وهعرفك سببها ايه. بس الاول خليني اعرفك ان في نفس اللحظه بنشوف هاشم بيه جمع رجالته والاسلحه اترفعت استعدادا للعركه. جهز نفسك انت كمان علشان خلاص هندخل على اللحظه المنتظره. الحكايه بدات لما هلال طلب من طايل يجيب ضياء وتقابل الاخين للمره الاخيره. هلال بدا كلامه وقال له انا مش هشيل دمك بس هخليك تدخل قبرك برجليك. فالتاني قال له ليه انت استكفيت بدم ايا يعني؟ ودي كانت اول مره ضياء يجيبها له صريحه، يعني بانه عارف ان هلال هو اللي امر بقتل ايا. وقال له يا راجل بقى معقول تقتل بنتك؟ وبرده ما قالوش انها كانت متجوزه عنبه وما كانتش ماشيه معاها عكس ما كان فاكر. الكلام ده بيحصل وهاشم ورجالته خلاص قربوا. وبالرجوع لكلام هلال قال لك انا اللي عملته ما كانش ينفع يتعمل غيره. ضياء هو كمان قال نفس الكلام وفسر اللي عمله بان هلال عمره ما حبهم وطول عمره بيحب نفسه. ولو تلاحظ فكل واحد فيهم بيرمي عيوبه على التاني وما بقيناش عارفين مين فيهم الطيب ومين الشرير. ساعتها طايل اتدخل في الحوار وقال له مش كفايه كلام كده يا ريس، وقام رافع مسدسه على ضياء. فهلال بص له بصه اخيره وقام رميه في الحفره. وقتها هاشم بيه كان وصل، وخد عندك المفاجاه دي. طايل اتضح انه كان شغال مع هاشم اصلا من البدايه وهو اللي كان بينقل له كل تحركات هلال. عايز اقول لك ان هلال اصلا ما اتفاجئش وما اتفاجئش تاني لما عرف ان هاشم ناوي يدفنه جنب ضياء، وقال له والله يعني اللي تشوفه اعمله وانا ما عنديش اي مشكله، انا اساسا كده كده ميت فمش فارقه سينا من سونيا. وفي المشهد الاخير هلال اخد اخوه في حضنه والاسلحه اترفعت ومات الاخين وخلص المسلسل. وكده يبقى نهينا وانتهينا. ما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات عن النهايه الغريبه دي، وما تنساش كمان تشوف اول كومنت لاني دايما بسيب لك فيه احدث ملخصاتنا. لحظه واحده، نسيت اقول لك مشهد نهايه المسلسل. بكر ظهر وكان واقف جنب منا قدام بيتها وبيقول لها علشان خاطري خلينا نمشي من هنا وننضف، وساعتها بنشوف بيتها مولع وهو ده السبب اللي خلى عنبه يرجع الحاره. وانتهت قصه منا هلال العمري بموت ابوها وعمها وجدتها واختها. اوعى تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عاش جمهور الملخصات.